الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتواصل الحكومي عملوا على مشروع بإذن الله سيرفع الوعي باحترام الملكية الفكرية ليزيد الاستثمار والإبداع في العقل البشري. الورشة اليوم بقيادة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومشاركة قيادات التواصل الاجتماعي في الجهات الحكومية نهدف إلى احترام الملكية الفكرية وأن نرفع امتثال المملكة في مؤشرات الملكية الفكرية. نهدف من هذا اللقاء التوعية بإجراءات التقاضي في الملكية الفكرية التي تسري على الجميع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية، فلنرفع جميعا شعار احترام حقوق الملكية الفكرية.